طب خليني اتكلم معاك. يمكن كان بيننا لقاء في 2018 فاكره عبد الرحمن؟ كنا كنت انت معايا ضيفي وكلمنا وطموحاتك، كنت انت لسه في الناشئين طالع والناس كلها بتقول ده ليه مستقبل واعد، ما كانش لسه حصل بقى، وساعتها كنتوا داخلين على كاس العالم، فاكر المقابله دي؟ فاكر طبعا. ما قلت حضرتك طبعا انا نفسي نروح ناخد ميداليه في كاس العالم اللي جاي ده، وبرده يعني قابلت حضرتك قلت حضرتك انه قدامي بطولتين نفسي اعمل فيهم حاجه كويسه، كانت بطوله افريقيا للشباب وكانت كاس عالم. قلت حضرتك انا نفسي ناخد دوا في افريقيا عشان احنا كنا مغلوبين السنه اللي قبليها من افريقيا ناشئين، قلت لازم يعني نفسي نكسب الشباب. قلت لحضرتك برضو كاس عالم احنا ان شاء الله هنروح، كابتن طارق محروس كان معانا، قلت لحضرتك برضو كابتن طارق يعني هو من ساعه ما دخل النادي من ساعه ما دخل المنتخب معانا من اول يوم فيه كان طلع علينا ورقه قال لنا بصوا انا كاتب ايه، فاحنا كلنا بنبص في الورقه فلقينا بطل عالم ميداليه في كاس عالم، فاحنا كلنا طبعا بصينا كده ما كناش يعني احنا ايه اللي بيقولوا ده، احنا فين والمنتخبات التانيه فين. من ساعتها من البدايه دي واحنا قلنا لا كابتن طارق شدنا جامد، اتمرنا جامد ويعني شد علينا يعني احنا كنا رجاله الصراحه الفتره ديت مع كابتن طارق كلها، وهو يعني مدرب عظيم الصراحه. انا عايز اقول لك ان كلامك ده انا سايبك ما قطعتكش، لانه انا عايز اثبت حاجه، انه البطوله والتفوق بيبتدي بحلم. يعني انت يعني بدات الحلم معايا في البرنامج وقلت يا جماعه انا نفسي ناخد افريقيا ونتاهل كاس العالم ونوصل كاس العالم، اخد ميداليه وعلى المستوى الشخصي نفسي بكون احسن حارس مرمى في العالم. صح. ربنا حقق لك كل اللي تتمناه، وده اكيد نتيجه جهد وعرق. يعني عبد الرحمن اكيد انت تمرينك احنا شايفين ما شاء الله جبنا لقطات من تمرينك في التقرير. تمرين كابتن موحي صلاح طبعا مدرب الحراس بتاعنا، كابتن موحي تعبان يعني الفتره دي من ساعه ما اللعيبه بتروح المنتخب، فانا وهو بقى فاضيين تماما انا لوحدي. فمستلمك بقى صبح وليل. صبح وليل طبعا، وبالنسبه لهم مفيش راحه طبعا. كابتن موحي صلاح هو اللي جابني النادي الاهلي مدرب الحراس، كان ساعتها كنت انا لسه جاي يعني ساعه الفرقه ما اتكونت، كان هو مدرب الفرقه، جيت كان هو جابني وحارب وعافر اللي هو شايف فيك حاجه كان عايزها. فهو الصراحه اشكره طبعا، حتى اللي هو دخلني برضه النادي الاهلي، ولو انا يعني دخلت تقريبا 12 سنه متذكر او 13 سنه. لا ده انا دخلت وانا مثلا 8 سنين. اقل من كده صح؟ بس الايام بتجري الواحد يعني الايام بتجري فعلا. يعني عايز اقول لك انه انت اتمرنت في اهلي مدينه نصر، انت كنت قلت لي برضه قعدت فتره طويله جدا اتمرن في اهلي مدينه نصر. فاحنا يمكن بدات تتعرف 12 13 سنه، فعشان كده احنا ايه ما كناش عارفين موضوع 8 سنين. طب خليني اقول لك برضه، انت اكيد ليك مثل اعلى، وانت لما يعني كنت معايا في البرنامج الحقيقه سنه 2018 دايما بقول ايه، بقول ليه كل ده، لان دايما يعني اللاعب هو اللي بيرسم طريقه بنفسه. بالظبط. انت قلت لي انا ليا مثل اعلى وعايز اوصل لحد وهوصل له ان شاء الله، يعني خلينا نفكر الناس باللي انت قلته. انا قلت ساعتها كنت نفسي ابقى زي لندن، بس كان هو لسه صغير اصغر يعني من كده. كان اصغر من كده دلوقتي، يعني كنت انا شايف يعني ان هو جون عظيم الصراحه. طبعا دلوقتي هو يعني نمره واحد في العالم، واحنا هنلعبه منتخب، هنلعبه الدور الجاي. هو حارس مرمى الدنمارك. حارس مرمى الدنمارك، هو راجل يعني لعيب كويس جدا. انا من صغري طبعا مركز معاه، يعني انا كنت نفسي ابقى البطوله دي كانت بجمهور ولا حاجه، كنت نفسي احضر المباريات بتاعته حتى اشوفه بيعمل ايه في التسخين. الجايات جاية كتير ما شاء الله، انت سنك صغير. عايز اقول لك عبد الرحمن يعني كابتن طارق محروس كان معانا هنا في البرنامج مرتين الحقيقه، او مره يعني كان كذا مره ضيف ومدخلات، والحقيقه الكابتن طارق اتكلم عنك كويس جدا، ويكفي ده شهاده مدرب منتخب مصر في نفس الوقت يعني مدير الفني في النادي الاهلي، فاكيد مش هيشهد بده من فراغ. كابتن طارق هو اللي مربيني، كان يعني هو كان رئيس الجهاز بتاعنا في الناشئين، كان هو موجود حوالي 3 سنين او 4 سنين، فهو من يعني هو اللي كان ساعات بيساعدني برضه من وانا صغير، كان بيطلعني درجات مرن حتى ما كانش غير ماتشات، يعني كان بيتابعك من الصغر. بالظبط. خليني